مرة أخرى إلى أسوان، حيث شهد السيد أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات الجلسة الافتتاحية لنموذج محاكاة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورته العاشرة، بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والوكيل أول اللواء خالد عبد الرحمن مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بجانب اللواء دكتور خالد سعيد رئيس قطاع التعاون الدولي والأمانة الفنية بهيئة الرقابة الإدارية، وجيسون تايلور مدير مكتب الحوكمة باليو اس ايد، بالإضافة إلى الدكتور محمد عبد العزيز مهلل نائب رئيس جامعة أسوان، والدكتور عطالله حشاد رئيس فرع الأكاديمية العربية بأسوان. ووسط مشاركة ل 150 طالبا وطالبة من جامعة أسوان والأكاديمية العربية، حيث نظمت فعاليات الجلسة هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وجامعة أسوان، وذلك تحت رعاية محافظ أسوان. في كلمته أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن نموذج المحاكاة يأتي في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمكافحة الفساد وبتر جذوره بشكل نهائي من كافة مؤسسات الدولة لتحقيق الطمأنينة الكاملة لدى مقدم الخدمة ومتلقيها، تواكبا مع الجهود الدولية في هذا الاتجاه، وهو الذي كان أحد أهم أهداف التنمية المستدامة لدى أجهزة المحافظة، مشيرا إلى أننا فخورون بأبنائنا الطلاب والشباب لتميزهم وعرضهم الراقي والمتميز لنموذج المحاكاة، ليثبتوا دائما انتماءهم وكفاءتهم في كافة المجالات، ولتواصل عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الأفريقية تميزها لتكون واجهة للدولة المصرية الحديثة في جنوب مصر. وبالتالي فرق كبير جدا ما بين قبل وبعد، بعد ما التحول الرقمي والميكنة وتطبيق الخدمات من خلال التكنولوجيا، وفي نفس الوقت من خلال وسائل الدفع النقدي المختلف سواء من بنوك من فيز من كل ده بالكامل بيقلل من الفساد. وهنقدر نقول ده، ولازم نكون عندنا القناعات بده، اللي انتوا بتدرسوه شيء متميز وجميل جدا وشيء محترم ومقدر، وكلنا بنقدر هذا. واللي انا شفته النهاردة صحيح هو اسعدني بشكل كبير جدا، ومش اسعدني بس، يعني انا طبعا كمحافظ لأسوان انا بتباهى بيكم، طبعا بتباهى بأسوان، بتباهى بأبنائي اللي انا بلاقيهم في كل موقف من المواقف. ما فيش موقف اساسا حصل في أسوان او ازمه الا ما لقيت الشباب والشابات اللي موجودين معاك.